تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعين الكرام لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي يشاركنا فيها من التنسيق ميرا الإغفلي، وفي الإخراج يعني العزيز بنوح أيمن سرحيل، وأيضا معنا في التقديم اليوم دكتورة بدرية الحرمي. صباحك الله بالخير دكتورة. صباحك النور والسرور، صباحكم حب وتفاؤل وإيجابية وسعادة أعزائي المستمعين. ونحب نذكركم أرقام تواصلنا اللي حاب يشاركنا 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية 4006. مشاركتكم دائما تسعدنا، حياكم الله. إذن متواصلين معاكم أيضا على حساب نور دبي على الإنستغرام، اللي حاب أيضا يشوف تفاصيل البرنامج نحن موجودين معاكم. ولكن قبل ما نبتدي معاكم دراستنا اليوم، ما توجه معاكم إلى الزميل يوسف سعد متواجد معنا عبر الهاتف وأيضا لتغطية إحدى الفعاليات التي تقام اليوم. صبحك الله بالخير يوسف، وخبرنا أين أنت وماذا لديك. صباح الخير محمود، صباح الخير أعزائي المتابعين والمتابعين لبرنامج صحة وسعادة. الحين محمود بدأت بالفعل ورشة العمل التي تنظمها هيئة الصحة بدبي من خلال إدارة التدقيق المالي. الورشة تدور حول المخاطر التي تواجهها قطاعات الصحة في العالم بما فيها كل مؤسسة صحية. الورشة متضمنة عرض لتجربة أمريكية مهمة جدا في إدارة المخاطر وإدارة الأزمات والطوارئ. وأنت تعرف محمود وأعزائي المستمعين بيعرفوا أن القطاع الصحي بطبيعة خدماته وطبيعة عمله من أهم القطاعات اللي هي تواجه كثير من التحديات والمواقف. فالورشة بتستهدف، وطبعا حاضر الورشة معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة مدير عام هيئة الصحة بدبي، حاضرها أيضا جميع مدراء القطاعات التنفيذية في الهيئة مدراء الإدارات. والورشة بتستهدف اكتساب أو نشر ثقافة وتعميم إدارة المخاطر في الهيئة. الورشة تعتبر نواة لسلسلة ورش أعمال قادمة هيقوم بها المدراء التنفيذيون ومدراء الإدارات لجميع موظفي الهيئة، بحيث تكون ثقافة أو المفاهيم والمبادئ العامة لمواجهة المخاطر لدى كل موظف في هيئة الصحة دبي، وعلى أساسها يبدأ ما يشارك بفعالية في صناعة القرار، في التخطيط، في إعداد برامج لمواجهة الطوارئ والأزمات. ممتاز يوسف، يعني باختصار شو اللي حابين تستخرجونه من خلال هذه الورشة؟ يعني أنت ذكرت أن هنالك مساهمة لاتخاذ القرار، بس أنا أبغى أعرف يعني في 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 ماذا، في أي، شو المجالات اللي هم يسعون لها؟ الورشة قلت لك أخ محمود إن بتعرض تجربة أمريكية. لما بنقول المخاطر ليس مقصود بها مخاطر طبية أو إدارية أو مالية، هي تشمل جميع المخاطر. يعني تشمل الهيئة
على فكرة الأداء المؤسسي، تعزيز مشاركة كل موظف في التخطيط وفي صناعة القرار فيه، ومن بصرات الهيئة لرفع مستوى الأداء داخل المؤسسة داخل مختلف القطاعات عن الهيئة، منها نشر ثقافة المخاطر، كيفية مواجهة المخاطر. لذلك فكرة المخاطر هي عنوان عام لا يقتصر فقط على مخاطر طبية، مخاطر إيه، مخاطر إدارية، لكن طبيعة عمل القطاع الصحي بشكل عام في الإمارات وفي دبي وفي كل دول العالم ومدن العالم تقدم، طبيعة العمل هي معرضة، هي على طول في القطاع الصحي أو أي قطاع في العالم هي على طول في مواجهة من تحديات. الهيئة عندما تتجه لنشر هذه الثقافة في لدى كل موظف، فهي بالتالي هي بتساعد في تنمية الوعي داخل وفي أوساط موظفين الهيئة وجميع العاملين فيها بما تعنيه كلمة المخاطر، بما كيفية المواجهة، كيفية المشاركة كما قلت في صياغة برنامج إعداد خطة، فيكون القطاع أو تكون القطاع هيئة الصحة لجميع مسؤوليها دائما في حاضرة المعلومات الكافية، حاضرة لديهم الأساليب المتطورة والمبتكرة لمواجهة أي تحدي. جميل، إذن هو فن إدارة الأزمات بخبرة يعني ممكن نقول عنها أمريكية. أستاذ يوسف ساعد، والتجربة الأمريكية اللي هيتم عرضها هي تتضمن عدة مشاكل واجهها القطاع الصحي في أمريكا وكيفية التغلب عليها، كيفية التعامل معها، وأعتقد أنها ممكن تكون لما المسؤول الهيئة بيتابعوا مثل هذه التجربة الحية الواقعية تبقى فيها أكيد فيها نتائج أو فوائد عدة يعني. جميل، يوسف سعد كان معنا عبر الهاتف، يعني شرح لنا عن هذه الورشة التي تستعرض هذه التجربة الأمريكية، والتي يعني حقيقة أكيد سوف يستفاد منها في يعني إدارة الأزمات التي قد تواجه القطاع الصحي في إمارة دبي، وهي يعني تقريبا قد تكون نفس المحاور مع اختلاف البيئة، مع اختلاف المرجعيات سواء كانت الأمريكية أو حتى من خلال المرجعيات الإماراتية، لأن القطاع الصحي تقريبا في العالم هو واحد. شكرا لك يوسف. إذن مستمعينا، ما أخذكم الحين لدراستنا اليوم، يمكن دكتورة من فترة أو بعلق بعد ما قرأ الدراسة، يقول استخدم باحثون أمريكيون تكنولوجيا النانو وأداة تعديل الجينات كريسبر كاس 9 لتعطيل جين رئيسي مرتبط بالكوليسترول في خلايا كبد الفئران، وهو تقدم قد يؤدي إلى وسائل جديدة لتصحيح الجينات التي تسبب ارتفاع الكوليسترول وغيرها من الأمراض. تكنولوجيا النانو يعني في تصميمها ومعالجتها لمواد أصغر يعني من حجم شعرة الإنسان بألف مرة، فالتقنية جدا دقيقة. يقول دانيال أندرسون البروفيسور المساعد في الهندسة الكيميائية بمعهد ماساتشوس للتكنولوجيا ومؤلف الدراسة، يقول أظهرنا أنك تستطيع صنع جسيمات متناهية الصغر باستخدامه لتعديل الحامض النووي الوراثي DNA في كبد الحيوان البالغ بشكل دائم ومحدد. هذه الدراسة اللي نشرتها دورية Nature Biotechnology تبشر بإمكانية تعديل الجينات بشكل دائم، ومنها جين BCSK9 المنظم للكوليسترول، وهو ما يمثل أيضا هدف علاجين تنتجهما شركة ريجنون وإيماجين للأدوية المتخصصتان في التكنولوجيا الحيوية.
العلماء حاولوا في الدراسة تطوير وسيلة آمنة وفعالة لتوفير المكونات المطلوبة للأداة الجينية كريسبر كاس 9، وهي أشبه بالمقص الجزيئي الذي يستطيع انتقاء وإبعاد الجينات المعيبة وإحلالها بغيرها من الحامض النووي الوراثي. في تجارب تستهدف جين BCSK9 أثبتت التكنولوجيا الجديدة فعالية كبيرة وقضت على الجين في أكثر من 80% من خلايا الكبد. وقال الباحثون أنه لم يوجد أثر لبروتين BCSK9 الذي صنعه الجين في الفئران المعالجة التي سجلت انخفاضا بنسبة 35% في إجمالي معدل الكوليسترول. يمكن لمستويات الكوليسترول المرتفعة أن تسد الشرايين وتسبب انخفاضا في تدفق الدم، وهو ما قد يؤدي إلى الإصابة بأزمة قلبية أو جلطة. طبعا الفريق دكتورة حاليا يعكف على تحديد أمراض كبد أخرى يمكن أن تستفيد من هذه الطريقة العلاجية الجديدة وتنقيحها لاستخدامها في البشر. أندرسون، بروفيسور أندرسون، شو يقول؟ يقول إذا استطعت إعادة برمجة الحامض النووي الوراثي في كبدك وأنت لا تزال تستخدمه، فإننا نعتقد أنه يوجد الكثير من الأمراض التي يمكن التصدي لها بهذه الطريقة. ممتاز، خبر الصراحة يعني مميز هذا اليوم. ومثل ما نعرف إحنا الكوليسترول بعد، يعني أسباب الكوليسترول من واحد من أسبابه اللي هو إذا كان وراثي، يعني الأسباب الثانية المتعلقة بالطعام، يعني نوعية الطعام اللي ناخذها، وخاصة الأطعمة الغنية بالدهون اللي تحتوي على مثل اللحوم أو الحمراء أو منتجات الألبان أو زبدة الفول السوداني مثلا أو الأطعمة المصنعة. فجزء من أسباب اللي هو الكوليسترول اللي هو الأمر الوراثي، وكونهم أنهم يجدون طريقة أو يجدون مثل وسيلة تصدي لهذا المرض، فهذا شيء يعني ممتاز وأكيد بيحدث ثورة في عالم الطب. الشيء الثاني اللي مثل ما قلنا يعني شيء وايد مهم، الكوليسترول عشان نحمي نفسنا أو نقي نفسنا منه، اتباع أنماط الحياة الصحية وايد مهم. يعني احنا دائما نقول أنماط صحية وأنماط صحية، بس هذا فعلا هذا أثبتت الدراسات أن له دور في التقليل من خطر الإصابة بالكوليسترول. وهي مثل شو يعني نحن نهتم بنوعية الغذاء اللي ناخذه، الغذاء الصحي، الابتعاد عن الدهون، الأغذية اللي فيها تحتوي على الدهون بزيادة، ممارسة الرياضة بشكل يومي وباستمرار، التقليل من التدخين والامتناع عنه، وغيرها من أنماط الحياة الصحية. فمثل ما قلنا يعني هو دكتورة دائما يعني أحيانا الواحد يعتقد أن الكوليسترول لما يكون مرتفع لازم يرتبط بالسمنة، ترى في ناس ضعاف عندهم كوليسترول مرتفع. هو يرتبط مثل ما قلنا اللي هي بنوعية الأكل أو نظام، مو بس الأكل، كل النمط الصحي أو النمط الحياة الإنسان اللي يعني اللي ما اتخذنا منه مثل ما الرياضة أو يعني تدخين أو غيرها من الأنماط الحياة الصحية. واضح، شكرا لك دكتورة. ما نطلع فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله ما نتواصل. صحة وسعادة، أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين مرة ثانية، وحياكم الله في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم إياه هيئة الصحة في دبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم المتميزة نور دبي. أرقام التواصل مع الدكتورة نذكركم فيها 600-551-414 وعبر الرسائل النصية 4006. حياكم الله ونتريى مشاركتكم، وأيضا موجودين لايف على إنستغرام حساب نور دبي. مناخذ أبو حمد دكتورة قبل أن ندخل على موضوعنا. أبو حمد صباحك الله بالخير. صباحك الخير أبو حمد، تفضل. صباحك الله بالخير دكتورة الأخ محمود، حياك الله، تفضل. يا الله خير، انتم مقصرين في رعاية الصحة وفي الإعلام وكذا. أنا عندي نقطة بس، قضية الإعلانات اللي تتم عن طريق مثلا خاصة بالنسبة للعمليات التجميلية، يعني الإعلان جاذب
ومغري. والمشكلة إنه صار في يعني خاصة في الفتيات الأعمال الصغيرة اللي في محاذير للعمليات هذه يدخلون فيها من خلال إعلان موجود. أنا أتوقع أن لابد أن يكون الإعلان يعني تحت يعني يوضح يعني إذا كان هناك يعني ملاحظات على العملية هذه أو أثار جانبية، ويكون الإعلان مار على هيئة الصحة والوزارة بحيث أن الشخص يكون عنده وعي. بعدين أتمنى سن قوانين يعني في بعض العمليات لابد أن يعني يأخذ موافقة هيئة الصحة ويكون يعني فيها يعني ما تترك كذا الحبل على القالب. صحيح. والفتيات الصغارات الصغار والبنات وكذا يغريهم الإعلان ويدخلون نفسهم في 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 مشاكل كبيرة. نعم صحيح. أنا لاحظت أن الإعلانات مشكلة تكثيرة ومغرية يعني بصراحة. نعم. محمد هو شوف أي إعلان لأي دواء أو لأي عيادة أو لأي شغلة متعلقة بالقطاع الصحي هذه لازم تكون فيها موافقة من وزارة الصحة، فما في إعلان يطلع من غير موافقة من وزارة والله الصحة. أنا شفت أول شيء أكمل بس أنا سمعتك أبو حمد. زين هذا واحد. اثنين، المشكلة مو بهني أبو حمد، مو في الإعلان، المشكلة أن التوعية عند الجمهور. نحن محتاجين يعني ياما تقريبا في كل أسبوع 4-5 مرات نقول يا جماعة الخير الواحد لازم يتأكد من العيادة، من الشهادات اللي موجودة، من الأمور اللي موجودة، وإذا شاف أي شيء غريب. أنا أتكلم عن إمارة دبي، ممكن أنه يتواصل مع إدارة التنظيم الصحي أو يدق على 8342 يقدم هذه الشكوى وبيتم اتخاذ الإجراء كامل، غير أن الإدارة عندها يعني بعض الآليات الخاصة بالتفتيش على هذه العيادات ويتم مخالفتها ويتم تسكيرها في بعض الأحيان. شفنا ساعات أشياء يعني عشان أكون صريح معاك، أحيانا في بعض العيادات هي عبارة عن شقة لا عندهم ترخيص، لا عندهم أي شيء، ويتم مداهمتها زين ويتم إيقافهم جميعا. لكن أنا استغرب من الناس اللي رايحين شقة عند شخص لا يعني ما بعرفين ان هذه مرخصة مو مرخصة. انا استغرب ان انت كيف ممكن تسلم جسدك لشخص مش مرخص. يعني هذه المشكلة اللي نحن نتكلم عنها، توعية وثقافة في المشكلة، هي قضية ثقافة الناس. يعني انا اتمنى ان يعني جزاكم الله خير على ما تبذلونه، لكن ان يكون هناك مزاج يعني خاصة خلينا نقول في السنوات الاخيرة من المدرسة او في بداية الجامعة، يعني يكون هناك يعني تنويه لهذه المواضيع، او مثلا تكون هناك في حملات. لان اللي صاير انا اللي شفته يعني واللي سمعته. بعدين المشكله الاكبر هي وسائل التواصل الاجتماعي. هذه البارحه اتكلم عن هالموضوع، انا البارحه يمكن 10 دقائق سنرمس عن هذا الموضوع كنا. فانا اتمنى مثلا تكون هناك متابعه لوسائل التواصل الاجتماعي من هيئه الصحه، وإذا كان هذا يكون في حاجة بديل يعني يكون هناك توعية بهذه الأشياء من خلال هيئة الصحة. بعدين أتمنى أن يكون في مثلا لو واحد مثلا قالوا له والله أنت بحتاج الشغلة الفلانية وحدة، يعني يكون في خط ساخن مع هيئة الصحة والوزارة للاستفسار. يعني أنه والله قالوا 8342 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. يعني ما أنا بصراحة ما أعرف الأخ معي، لكن أنا أتمنى بكذلك أن تهال يا جماعة. بعدين أن هناك تكون يعني داخل العيادة ملزمة بوضع لوحة بالأنواع العمليات اللي تعمل وشهادات الأطباء. يعني هذا لازم الشخص يشوفه في البورد نفسه، يعني على الحائط نفسه يشوف الشهادات يشوف شهادات بسيطة غير واضحة. وفي ايضا طرق للتاكد. عموما ابو حمد انا بحاول اني استضيف حد من التنظيم الصحي، يعني تطرق لموضوع وايد مهم ترى وتكلمنا فيه اكثر من مره، لكن ما يمنع ان نحن نتحدث فيه مره ثانيه بس عشان وقت البرنامج. ابو حمد في اليوم يعني تخلع سن ب50 درهم وعياده بلش، يعني لا بد انه يكون في يعني رينج يعني مقبول من قبل الناس، والأرقام تكون واقعية. يعني خلع السن لا في فن ولا في شطارة، من 50 ل 500 ل 700. يعني أنا شو اللي أقوله؟ يعني في يعني تقنية
أو بالنسبة للأسعار يكون فيها يعني شيء من الرقابة يعني. زين أبو حمد هذا موضوع آخر جزاك الله خير نحن نتكلم فيه, بس نحن شوي طولنا يا أبو حمد لأن موضوع للطرق له موضوع مهم جدا في مسألة الإعلانات اللي تنزل واحد لازم ينتبه لها. أنا الإعلانات اللي تنزل في آلية عمل في وزارة الصحة هم المعنيين في هذه المسألة وعندهم شروط صارمة حقيقة في هذا المجال, مو بأي حد يقدر يطلع أي إعلان إلا من خلال شروط صارمة في هذا المجال. أيضا يعني في الإذاعة يخبرني بنوح أن الإعلان ما ينزل عندنا نحن إلا بعد ما يوافقون عليه وزارة الصحة, يقول لي هذا الكلام, وهذا هذا هذا هو البروسيس الصحيح. هذا من جهة. من جهة ثانية إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي يا جماعة الخير نعيد ونزيد ونكرر ولين 100 سنة قدام, أي دواء شو ما كان مفيد مو مفيد على طريق وسائل التواصل الاجتماعي لا تأخذه, مكمل غذائي دواء علاج أعشاب ما أدري كذا لا تأخذونه يا جماعة الخير لا تأخذونه, الله يخليكم لا تأخذونه, لأن الحالات اللي نحن نشوفها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يعني شغلة زعل. والتأكد من مصادرها شيء وايد مهم, مو بأي شيء إحنا نشوفه إني ونستخدمه. مو مصادر بس دكتورة, يعني الدواء كيف تخزينه, صحيح. كيف تسليمه, هل هو أصلي مو بأصلي, يعني مليون مليون شغلة يا أخي. ليش تحط نفسك في هذا المجال, لا تأخذ, لا تحط نفسك في هذا السيتويشن أبدا. هذا من جهة. من جهة ثانية العيادات التجميلية, زين العيادات هذه لازم تكون مرخصة وكذا وفي لها شروط معينة, لا تذهب إلى شخص تجاري. شوف الطبيب الصادق في عمله دكتورة, إذا الشخص يحتاج العملية بيقول له, وإذا ما يحتاج يقول له صحيح. ارجع ما تحتاج هذه العملية, وهذه من أخلاقيات المهنة. ولكن إذا ما كان الشخص نفسه عنده إذا ما كان الشخص نفسه عنده مغرض الربح أساسي, هذه مشكلة. عموما احنا طلعنا برا موضوعنا الرئيسي, الله هذه الحلقة بروحها لأن موضوعنا موضوعنا اليوم شو بيكون دكتورة؟ زين موضوعنا اليوم بيتكلم عن أن هيئة الصحة في دبي قامت بنجاح قبل أيام بإطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع سلامة, بتنفيذ مشروع التعافي من الكوارث لمركز البيانات بالهيئة. وجاء إنشاء مركز البيانات للتعافي من الكوارث هذا تنفيذ القرار اللي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي حفظ الله, وبشأن أمن المعلومات في حكومة دبي. يعني هذا كله يهدف لوضع استراتيجية متكاملة تنبثق عنها سياسة موحدة لحماية كل المعلومات وأنظمة المعلومات الخاصة بالحكومة وتوفير بيئة موثوقة لحفظها وتخزينها. وعشان شيء عندنا اليوم في الاستوديو بيتكلم عن الموضوع هذا, يسعدنا نرحب بالأستاذ قاسم يوسف أبو حنتش مدير مكتب المشاريع ومدير برنامج سلامة في إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة في دبي. أهلا وسهلا فيك أستاذ قاسم, نورتنا اليوم في الاستوديو. نتعرف أستاذ قاسم على المركز وشو تعني تعافي من الكوارث. سامحنا تأخرنا عليك بس نبغي شوي ناخذ الموضوع على عجالة. شكرا لاستضافتكم. مركز التعافي من البيانات هو له أهمية استراتيجية في استمرارية الأعمال عند حدوث أي كوارث أو أزمات طبيعية أو غير طبيعية, ويهدف المركز إلى القدرة على حفظ البيانات ببيئة موثوقة وتخزينها حسب أفضل الممارسات العالمية. طيب إنزين أستاذ قاسم, شو كان مراحل خطوات إنشاء هذا المركز؟ المراحل هو المراحل الطبيعية لإنشاء أي مركز, وهو اختيار المكان المناسب بحيث أنه يكون بعيد عن المركز الأساسي اللي موجود في الإدارة العامة لهيئة الصحة في دبي, وتأكد من وصول وجود رابط تواصل أو اتصال بين المركزين ذا سرعة وكباسيتي أو إمكانية عالية جدا. إنزين أستاذ قاسم, ممكن تعطينا شو الجهات والفرق المشاركة في تأسيس هذا المركز؟ لما بدينا المركز الحمد لله تواصلنا مع جميع الأقسام والإدارات المختلفة مثل الأشعة والمختبرات, وتأكدنا لما قمنا بالتجارب هذه إن نحن نتواصل معهم يكون على استمرارية التواصل معنا للتأكد إن جميع الأنظمة شغالة وعلى وفي في في ربط بين المركزين, المركز الرئيسي والمركز ممتاز. يعني أنتوا جربتوا المركز
الأسبوع الأسبوع الماضي يوم الثلاثاء والأربعاء خلال مدة حوالي 48 ساعة متواصلة قمنا بالتجربة ناجحة ولأول مرة على مستوى الهيئة يوجد لنا الآن مركز تعافي من الكوارث الحمد لله رب العالمين وناجحة وهذا يعني كان في وقت جدا حرج لأن إن شاء الله في 17 شهر وهو الجمعة إن شاء الله بنقوم في إنهاء المرحلة الأخيرة من مشروع سلامة في مستشفى لطيفة وحتى وباقي المراكز الترخصية ممتاز بالتوفيق إن شاء الله, أستاذ قاسم إنزين خطة الهيئة لأمن المعلومات وشو مدى ارتباطها بتوجهات دبي في هذا الشأن ممكن تعطينا بس فكرة سريعة إنشاء المركز كان من أهم الخطوات اللي تتبع توجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس التنفيذي حفظ الله بأمن معلومات بهالطريقة هذه نحن بالمركز هذا كان نحن نحفظ البيانات في مكان آمن وسرعة الوصول إلى هاي البيانات في حدوث أي كارثة أو أي خطر في المركز البيانات. طيب نحن سامحنا أستاذ قاسم يعني تعرف أن البرنامج دائما نحن نتيحه للجمهور واستفسارات الجمهور يمكن بشكل كبير نحاول قدر الإمكان نغطي لأن البرنامج منهم وإليهم بس نحن شاكرين التقنيات اللي موجودة حق العاملين في هيئة الصحة من خلال الإنجازات اللي تحققت في إدارة تقنية المعلومات أنتم ما شاء الله حتى وصلتوا على المرحلة أو الخط ستيج ستة نعم وهي آخر مرحلة ما قبل الأخير إن شاء الله خلال سنة بنكون في نظام الإمرام نعم هذا الحمد لله رب العالمين فإزاكم الله خير أتمنى لكم التوفيق تفضل من هيئة الصحة كاملة بإذن الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله بالتوفيق استاذ وسامحنا عاد خليناك على عجاله مشكورين مشكور على حضورك عموما دكتور نحن عندنا بعد الكثير من المداخلات حول نفس الموضوع اللي طرحه ابو حمد لكن ما نطلع فاصل بعد الفاصل ان شاء الله من نتواصل صحه وسعاده أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي 600551414 للاتصال و4006 للرسائل وموجودين لايف على حساب الانستغرام الخاص بنور دبي. إدارة التغذية السريرية في هيئة دبي هيئة صحة دبي يعني تحرص دائما على ترسيخ مفاهيم الأنماط الصحية في أوساط المجتمع وموظفي الهيئة على وجه التحديد. طبعا من هذا المنطلق نشر الثقافة التغذوية والصحية للحصول على وجبات خفيفة صحية ومفيدة في كل الأوقات والتركيز على أهمية الفواكه في صحوننا اليومية إنزين ودور الفواكه في تعزيز المناعة مناعة الجسم. طبعا تم إطلاق مبادرة اسمها ادعم صحتك بالتبرع بدرهم. شو هذه المبادرة؟ شو تفاصيلها؟ معانا عبر الهاتف دكتورة وفاء عايش مدير إدارة التغذية السريرية. صباحك الله بالخير دكتورة. صباح النور. صباح النور دكتورة وفاء كيف حالك؟ أهلين صباح الفل كيف حالك؟ الحمد لله بخير. ممكن تعطينا بس نبدأ عن المبادرة هذه ادعم صحتك بالتبرع بدم الدرهم؟ إن شاء الله. بداية من استراتيجية صحة دبي رفع الوعي التغذوي طبعا والوعي الصحي إجمالا ومن رؤيتنا مجتمع صحي آمن وسليم وسعيد. طبعا إحنا بهمنا دائما الوعي التغذوي من ضمن الوعي وهي كانت المبادرة. إحنا عندنا مشكلة إنه معظم الناس سواء كبار أو صغار ما بياخذوا لا الفواكه ولا القصص اللي لازم ياخذوها باليوم لا من الفواكه ولا من الخضار. فالتقينا إنه نعمل مبادرة نشجع الناس على الفواكه نوريها أهمية الفواكه يوميا بنفس الوقت بما إنه عامل خير ندعم عامل خير بالتبرع بدرهم. كيف يعني؟ أجينا كل يوم
نحط نوع معين من الفاكهة، نشرح أهمية هذه الفاكهة، إيش دورها في الجسم، ونبيعها بمبلغ رمزي حتى مش بالتكلف، يعني درهم من هذا الدراهم من المبلغ درهم بيروح للتبرع، وطبعا دعم الصحة عن طريق عم باخذ الفاكهة وبنوع، لأن كل يوم نوع معين من الفاكهة، بحيث إني أنا أخذ الفائدة من الفيتامينات والمعادن اللي بتخدم جسم الإنسان واللي الهدف من أساسها تحسين الصحة بشكل عام. ممتاز، الربط هذا بين الصحة والعمل الخيري يعني شيء جدا جميل، وبس نبغى نعرف شو مستوى الاستجابة لهذه المبادرة. صراحة امبارح كانت أول يوم، وما بدي أقول لك دكتورة بدرية قديش كان رائع، يعني فعلا فعلا أنا اكتشفت طبعا الجانب الخيري موجود عند الناس، لكن هو شوفي يعني من الجانب الخيري إجا الجانب التغذوي والصحي لإلهم ودعمه، بمعنى إنه الناس يعني بدل ما يدفع درهمين فاكهة، في ناس حط 10 حبة فاكهة منها لأنه درهم أو الباقي بيروح تطوع. دكتورة أنا ما أدري إذا أنت تتحركين وأنت تكلمينه ولا واقفة، بس لأن الصوت عندنا شوية يقطع، فممكن لا أحسن الحين ممتاز. إيه تفضل. كنت أمشي معك حق. طبعا لما انت يعني امبارح كان اول يوم، والاستجابه كانت من موظفين زوار على الاداره العامه كان رائع رائع. امبارح كانت اول فاكهه تفاح، اليوم الموز. ما شاء الله. زين عيال، شو النتائج المتوقعه من تنفيذ هالمبادره؟ شو تتوقعون يعني؟ انا بتوقع اكثر من شغله. اولى اني انا احفز الناس على انها تكون الفاكهه موجوده في الطبق الصحي اليومي إجباري، وهي كيف دكتورة بدرية ومحمود، الإنسان يحتاج إلى 21 يوم لتغيير عادة سيئة عنده إذا وجدت، وتحسين عادة وتفعيل العادة الجيدة إذا كانت موجودة. فهو لما يأخذ الفاكهة يوميا خلاص حتصير مرتبطة عنده، وإحنا عم مستمرين فيها إن شاء الله على طول، يعني مش هتكون مبادرة ليوم أو يومين أو شهر، وممكن تتكرر في أماكن ثانية بعد إن شاء الله. إحنا بدينا في الإدارة العامة، وبإذن الله تعالى إذا نجحت حنعممها على بقية المستشفيات. نعم إن شاء الله. دكتورة تذكرتي موضوع مهم، هذا في علم تطوير الذات يسمونه يعني قانون الابتداع وقانون الإنكار. زين هذه من الأشياء اللي تساهم في تعزيز السلوكيات اللي الواحد يسويها. قانون الابتداع هو أن أبتدع بعض السلوكيات التي يجب أنا حاب أضيفها. مثلا أبغي أبتدع سلوك أني أنا أمشي 30 دقيقة يوميا، وايد ضروري أن أنا أحطه ما بين تايم لاين متى أبتدي ومتى ينتهي، وأبتدي بهذا الشكل أني أنا ممكن أعزز هذه الشغلة. يعني في علم تطوير الذات يقول لك حتى أن أنت مو محتاج أنه يكون 21 يوم، ولكن لا، إذا انتهت المدة لازم تقرر أنك أنت تضاعف المدة اللي أنت كنت فيها اللي قررت فيها. فهذه مسألة جدا مهمة. يعني بس السؤال الحين بعيد عن هذه المبادرة دكتورة. نعم. يقول يسعد صباحك، يستوي التبرع والإنسان مريض بالسكري؟ هاي يتكلم عن التبرع بالدم. أكيد التبرع بالدم هذا مش من ضمن تخصصي طبعا، لأنه في كريتيريا يعني معينة تكون عند بنك الدم مش عندي. أي بس أنا أسأل دكتورة، بالنسبة لي مريض السكري عموما اللي يكون عنده تغذية وعنده كذا، إذا حب يستشير أنه أبغى تبرع بالدم ممكن يروح؟ طبعا ممكن يروح، بس في اشتراطات معينة، لانه في كرايتيريا، يعني اذا كانت خضاب الدم عنده كفايه. انا ما بقدر اتكلم بغير مجال تخصصي، ولكن مريض السكر قبل ما يعمل اي شيء يجب انه يفحص، يتاكد انه ما عنده هبوط، ما عنده مشاكل بالدم، انه مثلا منخفض، ما عنده يعني عنده فخر حديد او كذا وكذا، يعني في شيء معين بينعمل عند المتخصصين لما بده يروح يسحب دمه ويتبرع فيه. اذا قابل للكريتيريا ما عنده مشكله، لانه انا مريض السكر زيه زي اي انسان عادي على فكره، اذا هو متحكم بالسكر في يعمل كل شيء في الدنيا. جميل حتى اكله جدا. عادي صح، انت كذا مره قلت ان اكله عادي عموما اخر بس يحتبه. بديتي تمشين صح دكتوره؟ نعم صح. خليك واقف كاتل ان الصوت يقطع عندنا. دكتوره اخر شيء تبغين تقولين عن هذه المبادره؟
يعني المبادرة الهدف منها أني أنا أزيد، وأنا هذا من ضمن منبركم محمود الدكتورة ومن ضمن البرنامج الرائع هذا، بقدر أقول يا جماعة الفاكهة نعمة من نعم الله، خلقها لنا معدن من الفيتامينات، كنز من الفيتامينات والمعادن، يا ريت نعود أطفالنا وأنفسنا على تناولها حتى كل جهازنا المناعي يقوى وجسمنا يكون بصحة، وهذا هدفنا أن نكون عندنا صحة دائمة بإذن الله، وهذا اللي أتمنى. والتبرع طبعا هذا شيء إنساني بيخلي الصحة النفسية، وزي ما بقول الصدقة ترد المرض، فهي أيضا كمان يعني صحة نفسية وجسدية بنفس الوقت. وشكرا شكرا شكرا لكل اللي تعاون معنا لهالمبادرة واللي عم بيتبرع للناس، لأنه بإذن الله تعالى في ميزان حسناتهم. زين، نتمنى لكم كل التوفيق في المبادرة، وإن شاء الله تحقق أحسن النتائج إن شاء الله يا رب. دكتورة خليك معانا، بس خلينا ناخذ هذه المداخلة من أبو عبد الله، عنده سؤال لك، تفضل يا أبو عبد الله واختصر. ألو، صباحكم الله بالخير. صباحك النور والسرور. تفضل تفضل أبو عبد الله. دعم بقولك منو يا محمود؟ تفضل يا سيدي. سيدك ربك يا حبيبي. أبو عبد الله اختصر لي بارك الله فيك، بس عشان إن شاء الله بس بغيت أسأل على سبت هذا اليوري كاسيت أو النقرس أو داء الملوك. باختصار خمس سنوات أنا أخذ يعني راجع أخذ حبوب يعني، بس سؤالي هل في له علاج هذا النقرس؟ لأنه أو يجي التهاب بالمفاصل أو المصطلح الصحيح للمسمى هذا. للأسف للمسألة الصحيح المسمى هذا إيش هو المرض هذا؟ تسمع الإجابة. اللي يجي فجأة يعني يجي وهم فجأة تعرف الكلام، الدكتورة تعرف يعني. إن شاء الله. واضح، تسمع الإجابة أبو عبد الله، تفضل يا دكتورة. من ناحية طبية دكتورة بدرية ممكن تحكي، من ناحية التغذوية نعم له علاج. داء النقرس أو داء الملوك هو بسبب علو البروتين وارتفاع حامض اليوريك أسيد في جسم الإنسان، في له نظام تغذوي على حسب درجة ارتفاع حامض اليوريك أسيد، اللي نسبته لازم تكون من 5 إلى 7 ولا تكون أكثر. بناء عليه الجانب اللي خلينا الدوائي من عند الدكتورة، الجانب التغذوي إحنا بنحسب قديش نسبة البروتين اللي لازم تدخل جسمك، ولازم تشرب مي كتير لغاية ما ننزله للنسبة الطبيعية، وبعدين عادي بيصير الموضوع. فأنا ما بتهيالي إنه أنت بتحتاج تمشي على هذا الدواء لهاي الفترة إلا إذا في أسباب طبية أخرى الدكتورة ممكن تتعلق عليها، لكن تغذويا صدقني إحنا ممكن نتحكم في الموضوع وينزل ويصير الوضع كتير طبيعي، بدها شوية صبر والتزام بس. صحيح، مثل ما ذكرت استاذه وفاء، هو داء النقرس له علاقه وايد بالاكل، وعشان شيء فاحنا دائما نحرص على هذا الشيء، بالاضافه ان دائما ان المراجعه الفحص الدوري الفحص الدوري جدا مهمه عشان احنا نشوف نسبه اليوريك أسيد الموجود عندنا، بالاضافه الاهتمام بالنظام الغذائي، هذا وايد مهم ومراجعه الطبيب المختص. طيب ابو عبد الله راح ويانا ولا؟ طيب كانت عنده مداخلة ثانية أبو عبد الله أعتقد على الموضوع. عموما دكتورة نحن نتمنى لكم التوفيق دائما، مبادراتكم جدا جميلة ومميزة، يعطيكم ألف عافية. مشكورة يا دكتورة. الله يعافيك، شكرا لكم للاستضافة. شكرا محمود، شكرا دكتورة. شكرا لك، كانت معنا عبر الهاتف دكتورة وفاء عايش مدير إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، حدثتنا عن مبادرة جميلة اسمها ادعم صحتك وتبرع بدرهم. وايد عايب اني المسمى ان تم الجمع ما بين ما بين ان الصحة الجسدية والنفسية، ودائما يعني التبرع او فعل الخير ينعكس بشكل تلقائي على لان الصحه مثل ما قلنا مو بس هي صحه الجسد، الصحه النفسيه والبدنيه والجسد والصحه الروحانيه، هاي كلها اللي هي نسميها الصحه، فهذا شيء حلو الربط هذا بينهم. جميل، شكرا، برنامجكم ممتاز، شكرا لكم هني يا زين برنامجكم، شكرا لكم. صباح الخير بن الرياض، صباح الخير لكل المتابعين والمستمعين لنا من مختلف دول الخليج والدول العربية. ميرا هني أم أحمد اللي كانت تكلمنا عن على التواصل الاجتماعي، بعثت لنا تقول عن الملاحظة اللي تكلمت عنها، يا ليت بس إذا تحولين على المعنيين عندنا في الهيئة. دكتورة الآن نحن التاريخ اليوم كم؟ 14 نوفمبر، هذا يعني تاريخ جدا مميز، يعني
عندنا يعني اليوم العالمي للسكري. شو تبغى تقولين بهذا اليوم؟ إنزين، هذا اليوم العالمي للسكري بنقول إحنا كل سنة في 14 نوفمبر يحتفل العالم كله باليوم العالمي للسكري لزيادة الوعي بأخطار السكر. وطبعا في كل سنة يختارون اسم للحملة هذه، مرة مثلا السكري والأطفال والمراهقين، ومرة السكري والتغذية، والسنة اختاروا السكري. شو تتوقع اختاروا؟ ما أنا وايد مستأنسة اليوم. اختاروا السكري والسيدات، يعني نحو حياة، يعني نحو مستقبل صحي أفضل. نسيت أنت هذا ولا متأكدة؟ لا متأكدة. إنزين تفضل. إنزين يعني السكري والسيدات، إنزين ف ليش هم الهدف من هالحملة ركزوا على على السيدات في هالحملة؟ لأن يبون يعني تهدف إلى الوصول المتكافئ والمتساوي لجميع السيدات في العالم المعرضات لخطر السكري. يعني الوصول لشو بالضبط؟ وصول للتكنولوجيا والمعلومات والأدوية اللي هي المتعلقة بعلاج السكري، وفي نفس الوقت زيادة وعيهم وزيادة المعلومات اللي عندهم لوقاية من السكري رقم 2. وطبعا هو دائما هم اختاروا يوم 14 نوفمبر بالعادة لأن هاي ذكرى اللي هو اللي اخترع الأنسولين في عام 1922 أنه فريدريك بانتينج مع شريكة. فهاليوم لما اخترعوا الأنسولين كان طبعا له دور كبير في يعني علاج الكثير من الناس، خاصة السكري، أو أنه يعني أنقذ حياة كثير من الناس. يعني السنة ركزوا أكثر شيء على النساء، وخاصة مثل ما نعرف أنه بعد نوع من أنواع السكري يحدث في الفترة فترة الحمل، وواحد من كل 7 مواليد ممكن يكونون متأثرين بسكري الحمل. وبعد أن النساء في العالم 199 مليون امرأة مصابة بداء السكري، وممكن هذا بعد هاي النسبة ترتفع لين 313 مليون في عام 2040. تخيل يعني النسبة بتكون عالية، فعشان تركزوا هالمرة على السكري والنساء نحو مستقبل أفضل صحي. أنت على شو مستانسة دكتورة؟ طبعا سوينا يوم عالمي بروحنا، يعني لازم بنستانس إذا مرض هذا. لا بس الشيء الحلو فيه إن إحنا ياسين نوعي الناس عشان الوقاية منه. ممتاز. عشان تعايش مع السكر، مثل ما قلنا هو مرض مزمن، بس أهم شيء إن الواحد يتعايش معه. صح. جميل. ونحن عندنا في دولة الإمارات وفي هيئة الصحة بدبي العديد من يعني الورشات والعديد من الخدمات التي تقدم لمرضى السكري، وأيضا طرحنا هذا الموضوع في أكثر من حلقة، وإن شاء الله على الأسبوع القادم نحاول كذلك إن نرتب حلقة أخرى عن السكري، ومن نستضيف شخصيات بعد كذلك في هذا المجال. عموما نحن قبل لا نختم، بس لأن رسالة أنا وعدت المتابع أني أقراها، يقول أعلم أن الموضوع الذي تتطرقون له خاص بالصحة، لكن أنا وصلاوي أبو آية مجنون بالإمبراطور، رجاء أبلغ تحياتي من المغرب لكل الوصلاوية. أنت شو شجع؟ وصلاوي عشان شي قريته. يعني هذه مفروض الرسالة، هذه عنصر محايد الحين، هذه مفروض الرسالة حق أبو كريم لكن يتنا على برنامجنا. فشكرا لك يا أبو آية، أيضا رقم مخيف. شكرا لكم يا جماعة الخير. أنا قبل أختم أحب أتوجه بالتحية لك دكتورة بدرية الحرمي على مشاركتك لهذه الحلقة، وأيضا كل الشكر حق ميرا الغفلي كانت معنا في التنسيق، وفي الإخراج بنوح أيمن سرحيل، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع العديد من المواضيع القادمة. تقبلوا تحياتنا ونقول لكم في الختام دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.